مرحبا بالجميع، إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الفنانة مريم حسين تكشف عن وجه والدتها لأول مرة، ووالدة نانسي عجرم تثير ضجة على السوشيال ميديا. الفنانة المغربية مريم حسين نشرت للمرة الأولى صورة لوالدتها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت على الصورة معلقة: أمي اللي علمتني أعطي بدون مسأل وبدون مقابل، أمي اللي علمتني شو معنى التضحية، أمي اللي دعمتني وتقبلتني بشخصيتي الصعبة، أمي اللي علمتني إني لازم أتعب علشان أوصل. وأضافت: أمي اللي علمتني إن الفلوس ما تسوى الشخصية، أمي اللي عايشة السلام الداخلي وعلى طول المحبة في قلبها كبيرة، أمي علمتني إني أساعد المحتاج بقدر المستطاع، أمي اللي علمتني أسامح كتير وأحب كتير. وتابعت: أمي اللي علمتني معنى الأمومة اللي فيها أنا الحين، أمي اللي علمتني إن الجمال الطبيعي والداخلي هو الأهم، أمي اللي علمتني الابتسامة بوجه العدو صدقة، أمي اللي علمتني الصبر، أمي قدوتي وأتمنى إني أصير زيها أو على الأقل نصها. وختمت: أحبك يا ماما، وخلاص عاد تراكي طولتي علينا بالسفر، أنا والأميرة محتاجينك، أنتم إيش تعلمتوا من أمهاتكم؟ وعلق الجمهور على مدى التشابه الذي بينهما من ناحية الشكل، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات. وأثارت والدة الفنانة نانسي عجرم ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي بعد قيام نانسي عجرم بنشر صورة لها على انستجرام برفقة والدتها. وعلقت نانسي عجرم على الصورة وكتبت: سمعت انت اول ايد مسكتها، انت اول حضن غفيت فيه، واول قلب غمرته، الدنيا انت وانت كل الدنيا، ينعاد عليك يا ماما حتى تظل الدنيا عيد، الله يخلي أمهاتكن ويحمي لكن إياها. من ناحية أخرى جاءت تعليقات على الصورة التي جمعت نانسي بوالدتها، وجاءت بأن والدة نانسي أحلى في الشكل وأصغر سنا. شكرا لكم على المشاهدة.